فرسمت له هالخارطة وحصلت موافقة منه على صار 5 مليون دينار في 10 دقائق. أي قائد في العالم يعطيك هالصلاحية والتمكين. هذا اللي ذكرته من شوي الاتجاهات. أيوة هاي اتجاهات ضرورية الآن قبل اللجنة. قال ما أقدر أصبر. فراح نوزع 5000 حال إنسانية اللي إحنا نعرف عنهم بحرينيين ظروفهم صعبة. 1670 أسرة منتجة يحتاجون دعم. 2222 أسرة غير مؤمن عليهم. هاي اللي حصلت القرار في 10 دقائق. كل هالمساهمات راح تصب في مصلحة المقيمين والبحرينيين لتلبية احتياجاتهم. فثقوا بهالشيء. والقطاعات اللي اخترناها قطاعات متنوعة وقيد دراسة علمية. إضافة إلى دعم الحاجات الإنسانية هناك أيضا أمور كثيرة تتعلق بالسلامة. مثلا تطهير القرى والمدن هاي تحتاج مبالغ كبيرة. صحيح. هاي ماشيين في الخطة. وهاي شرف للمساهمين إنها حافظوا على حياة الآخرين. ومن ينقذ حياة إنسان كان أحياها جميعا في آية قرآنية بهالمعنى. وإضافة إلى هاي إن راح نساهم في مشاريع لها تنمية مستدامة بحيث إن الناس تتذكر إنه ما ساهموا في المشروع اللي يساعد في منع الوباء أو تخليد هالعمل بأسلوب تنموي علمي. فالفريق اللي معاي فريق جدا مميز من أشخاص من الوزارات ومن الجهات. أنا خاف أقول جهة بعدين أضيع جهة بس عندي من